لكن كمان النهارده معانا الاستاذه صفاء من كفر الشيخ، تتفضل. السلام عليكم يا دكتور. الحمد لله، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام الحمد ورحمه الله لله، كل سنه وحضرتك طيب، وحضرتك طيب، وجميع العاملين في البرنامج. والله الله يعز حضرتك. الله يصلح حالك، الله يصلح حالك. بتفرحوني لما بتفرحوني لما لما تشكروا الناس والله ديت، لان انا ساعات اوقات كتيره ما بنسى ان انا اشكرهم. الناس بترد محترمين جدا، ناس محترمه، والناس الله بترد يبارك في حضرتك. بلطف، وناس بترد بذوق. الله يعز حضرتك، يبقى نشكرهم. الله يعز حضرتك، ربنا اتفضلي يكرمك يا يا استاذ صفاء. دكتور ويكرمهم يا رب ويزيدكم من فضله. الله يعزك، اتفضلي يا استاذ صفاء. الوقت يا دكتور، انا بحب ازور امي في المقابر. طيب، اما بروح بلاقي امي ويايا وانا بروي الزرع عيانا بيانا كده قدامي. مش امي زعلانه ولا حاجه، مش بشوفها زعلان، بس بشوفها بالطبيعه بتاعتها اللي كانت معايا في الحياه. طيب، ايه بقى انت عايز تعرفي تفسير ده ايه؟ يعني انا اما بروح انا برتاح، انا بحب اروح، لازم اروح يوم الجمعه دي بعد ما اصلي العصر، اطلع من بيتي اروح لوالدتي. طيب وكده، فانا يعني اما بروح الاقي امي معايا بنفس اللبس الهيئه اللي كانت معايا فيها عالدنيا. طيب انت بتساليني بقى اللي انت فيه بحلاوتها بكل. ده انت شوقتيني اشوف الحاجه، خليها لما تشوفيها خليها تدعي لي. هسالك سؤال، انت دلوقتي بتسالي عن اي حاجه صفاء؟ حاسه بيا يا دكتور ان انا مثلا بروح لها. طيب هجاوب على حضرتك يا حاج صفاء. بص يا حاج صفاء، هي حاسه بيك ان انت بتروحي لها. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخليك تشوفي صورتها وهي في الفرح وفي الهنا وفي السعاده وفي الجمال وفي كل الحاجات اللي انت شايفاها ده. ربنا سبحانه وتعالى كريم، ممكن يفتح لنا نوافذ على العالم الاخر وليس فيها شيء. فلذلك الحاله اللي انت فيها دي حاله طيبه رضيه، مش حاله حاجه مرضيه، مش رضيه. فالحكايه اللي انت فيها ديت حاجه جيده، حاجه سعيده. فلذلك ربنا يبارك لك، وان شاء الله الحاله دي حاله فيها وصل وجمال بينك وبين والدتك، وربنا سبحانه وتعالى يجعلها في خير حال ويجعلها في صواب. اللي انت فيه ده لا هو تهيؤات ولا هو اي حاجه، ده فضل من الله سبحانه وتعالى. فربنا ان شاء الله يديم فضله عليكي وبركته ويخليك ان شاء الله في خير حال.